إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء لقناة الشوف تيفي، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن مباشرة من مدينة العرائش معنا هذا المواطن هذا للأسف الشديد اللي قال أن صيدلانية هنا بالمدينة ديال العرائش أنها اتهمته للأسف الشديد بالسب والقذف، مع العلم بأنه ما هضرش معاها وأنه ما عايرهاش. اذا نخليكم مع التصريح ديالها وكتبنا من جميع المشاهدين انا ما يبارطاجي. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا اسمي ديالي سفيان بن شريف من مدينه العوامره باقليم العرائش. جيت انا 12 عام وانا كندوز مع الدكتور مشيش، من هذا المنبر كنوجه له التحيه، يعني لقيت الراحه ديالي معاه وكندوز الحمد لله كل 3 شهور كنمشي ندوز. هاد المرة هادي وقع لي المشكل، مشيت لواحد الصيدلية اللي أنا 4 سنين وأنا كنتبع فيها هي، يعني يعني 4 سنين وأنت كتشري الدواء من تما؟ كنشري من تما، وإلا ما كانش شي الدواء تما هذاك مول الصيدلية كيصيفطني الألطو الراديو، كيتعاملوا مع بعضياتهم. الورقة وفات لي، قال لي سير جدد لوردونونس. قلت له مرحبا. سمحت في الجامعة العوامرة إدارة، طلبت من السيد الرئيس واحد النهار، قال لي ماشي مشكل. قلت له راه نمشي ندوز واحد كونسيطاسيون، ما قلتلوش راه غادي ندوز على الراس ولا هادي، حيت بزاف الناس ما كنبغيش يقول لهم انا راه عندي نفسية والعصبية. قلت له راه نمشي. قال لي سير مرحبا. طلعت شبرت الطاكسي في طاكسي وصلت لهنايا، مشيت لعند الدكتور مشيش شبرت النوبة وصلت، عطيتو لوردونوس وافية، عطاني لوردونوس جديدة فيها 3 موا، راه هي عند رجال الشرطة دابا هاديك لوردونوس. السيدة اتهمتني، أول حاجة مشيت عند الراجل اللي في مسجد الفرقان، مشيت لعندو، قال لي والله ما نعطيك الدواء. قلت له علاش؟ قلت له والله تندي الدواء بالقانون. قال لي والله ما نعطيك الدواء. قلت له عطيني الدواء بالقانون. صدق، جاو شي 7 الناس تما، كليان ديالو ولا الجيران ديالو، هذا ميكانيسيان، هذا ما عرف شنو، هذا هادي اللي دايرين به تما، شنقوا عليا. خرج هو قال لهم طلقوا منه، طلقوا مني. خرج بحالي من تما، طلعت الارطو الراديو، لقيت واحد الفارماسيان تما، دخلت لتما كيناتي، قلت لهذيك السيد اللي فوق راه ما تعاملش معايا هالورقه. بقاو كيهضروا معايا، قالوا لي انت يا التهديد والسب والشتم وكذا وطاطاشي، لانك انت اللي عايرتي فيها ياك. انا اللي كيقولوا انا اللي عايرت فيها، نعم. ما كاينه لا سب لا شتم، هي واحد المراه انا واحد الراجل، عليا بالاحترام هذيك الصيدليه دكتوره وانا واحد المواطن اللي كنتبع التريتمون ديالي من 10 ايام ل 10 ايام، وعندي لوردونوس باقا جديده، وهالوردونوس هي عتبان اما هنا في القناه او لا تبان عند السيد وكيل الملك غدا ان شاء الله. تبان لوردونوس باقا جديده صافيه، ما فيها حتى شي حاجه، فيها زيبام لورداس 15 لاروكسين 25، صافي هادشي اللي كنشرب. وانا اصلا كنقص، كنحاول نقص هاد الدواء الراسي باش تندير مجهود باش نقص، ما كنبقاش غادي انا في هاد الدواء هذا دائما، حياتي كامله عاد دوز غير بالدواء، كندير لونطريمو، كندير بزاف الحاجه بس نتفادى هاد الدواء هذا، ومع ذلك بعض المرات كنحس بالاكتئاب وهادشي، باش كنضطر نمشي نجري هاد الدواء. راه 12 عام وانا كنمشي ندير هاد الدواء هذا، راه ماشي سهله. دابا هاد السيده هذه اللي قلتي انها اتهمتك، علاش اتهمتك؟ واش تعديتي عليها؟ واش انت تعديتي عليها؟ واش خطيتي عيرتي فيها؟ لا لا، وكاينه الحمد لله كاميرات، كاينه دابا راه حنا في عصر الالكتروني، في التكنولوجيا، يا حنا هنا في واحد البلاد ديال القانون، قانونية علو لا يعلى عليه. الحمد لله انا مواطن عادي، خدام في جامعه، عندي الصالير ديالي، الحمد لله كنشبر واحد 2000 درهم من الجامعه حلالا طيبا، ما كنسرق، ما كنهبد عباد الله، كنمشي للصيدليه باش ناخذ دواء، ماشي من حقي ناخذ دواء تقول لي بدل الصيدليه، علاش تكذب تقول السب والشتم والتهديد والى اخره. يعني السيده هذه اتهمتك انك سبيتيها وعيرتيها. هذه تهمه، وإلا تجبر هذا الشيء ماشي في الصالح ديالي بانها كتكذب، فانا كنطالب من القضاء، وانا عندي الثقه في السلطات المحليه وفي المخزن وفي الدرك الملكي وفي السيد وكيل الملك وسيدنا نصره الله، وكنوجه للمخزن كامل
وعندي ثقة في المخزن بأنه يعطيني حقي، والحمد لله المخزن ما فرشي بيناتنا. هي كدكتورة جلست معايا دار لها المحضر ديالها، وأنا كمواطن دار لي المحضر ديالي. حيت كاين بعض الناس كيقول لك لا المخزن ما كيعطيش البنادم حقه كذا كذا، الحمد لله جلست معايا هي وواحد الراجل هذيك الدكتور الاولاني، جلسوا معايا وعمروا لهم المحاضر ديالهم وداو لوردونونس ديالي، وقالوا لي في 9 الصباح تكون متواجد معنا في هنايا. والحمد لله ان شاء الله لقيت بالروح في الصباح، انوض بكري ونجي لهنايا للباب ديال المحكمه اولا نمشي عندهم الدائره الاولى كما قال لي ضابط الشرطه. شكرا. هذا الشيء اللي كاينه، اما لكن شي حاجه اخرى فراه كذوب كذوب كذوب. وكان توفر مع ذلك على شهادة طبية فيها 21 يوم فان آن، كان توفر عليها وقام ضرب والجرح تضربت أنا. شكون اللي ضربك؟ ضربوني مور الصيدلية ديال مسجد الفرقان، حيت معاه كان وقع لي النزاع الأول باش كان قال لي بدل الورقة، قلت له عطيني الدواء، راه باقى لي أنا يومين ما وفاتش الورقة، قال لي لا خصك تبدلها. ومع وقع بيناتنا خلاف ما نقدرش نقول هو، ولكن واحد كنعرفو كيجلس عنده في لا فارماسي الا شفتو غنعرفو، ضربني وجرحني ودرت شهاده اللي فيها 21 يوم. غدا ان شاء الله غنجيبها، هذه في شهر 2 فيه 14، وباقي كنتوفر على هاد الشهاده ومخبعها لي المدام ديالي. اما بالنسبه للشهاده الطبيه، ماشي الشهاده الطبيه، لوردونونس كونسيتاسيون دوزت 30 الف فرانك، راه عند رجال الامن خليتها عندهم، قالوا لي هاد لوردونونس راه تبقى عندنا ومصوره عندي في التليفون في البورتابل ديالي. والله يجعل البركه في المخزن والسيد وكيل الملك وقناه شوف تي في اللي دائما زعما كاين الصراحه كنلقاوها في الجنب ديالنا، باش المخزن كيتعاون معنا وباش لقانا حتى الرأي العام يشوف هذا الشيء. هذا اللهم إن هذا منكر، وإلا كنت متعدي ما يرحمنيش القانون من هذا المنبر، ما يرحمنيش القانون. أنا كنقول القانون ما ترحمنيش إلا لقيتي عليا نقطة وحدة ديال الظلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.